سجل تجاري خاص بمنتجي الأدوية المحليين وخروج من سوق المنافسة الدولية وتحفيزات أخرى دفعت بالمخابر الأجنبية إلى الاستثمار بالوطن، على غرار مخبر الكندي الذي يغطي أكثر من 7% من الاحتياجات الوطنية في السوق الصيدلانية. الكلاس ثيرابيوتيك que nous fabriquons à Alkendi donc c'est principalement les médicaments de maladies chroniques donc de cardiologie de psychiatrie d'urologie l'asthme les maladies parce que هما ادويه يعني عندهم يعني يكلفوا الدوله كثير وهما يثقلوا كاهل الدوله في محيز الاستيرادات تاع الادويه من فاتوره الاستيراد فاتوره استيراد الدواء. المصنع الحالي يكلفنا 60 مليون دولار دونك المصنع الثاني حيكلف 40 مليون دولار دونك في المرحله الاولى دونك عندنا حجم استثمار تاع 100 مليون دولار دونك في المنطقه الصناعيه تاع سيدي عبد الله. انشاء مصنع ثان من شانه ان يوسع القدره الانتاجيه للادويه الى اكثر من 90 مليون علبه دواء سنويا ليصبح المخبر اكبر قطب صناعي صيدلاني بالجزائر. الانتاجيه بالنسبه للمصنع الحالي هي تقريبا احنا ننتج ما تقريبا 55 مليون علبه سنويا، ومن المتوقع مع المصنع الجديد ووجود والبدء الفعلي فيه انه نصل نتعدى 90 مليون، وهذا راح يشكل نقله نوعيه وايجابيه ومن اكبر المصانع الوطنيه بالجزائريه من حيث تغطيه السوق المحلي. هذا الحكي طبعا راح يكون متركز على الاصناف المزمنه والاصناف ادويه القلب والادويه العصبيه وادويه السكري. الخطوة المستقبلية للمخابر الأجنبية بالجزائر هي السعي نحو إنتاج الأدوية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية والتي تكلف ملايين الدولارات سنوياً، غير أنها تستلزم خبرة وكفاءات كبيرة في المجال.